رسالة عون إلى الحريري، ناطرك على الكوع. كانت البروباغندا الإعلامية التي سبقت كلمة الرئيس عون إلى اللبنانيين أكبر بكثير من المواقف السياسية التي تضمنتها، فلم يكن عون مضطراً على هذه الإطلالة قبل ساعات من موعد الاستشارات، حيث أن أكثر ما قاله كان يمكن أن يقوله في أي وقت، لكنه أراد توجيه رسالة إلى الحريري بأنه ضد تكليفه برئاسة الحكومة وينتظره على كوع التأليف ليزرع له ما أمكن من الألغام. فلم يستطع رئيس الجمهورية أن يخفي التوتر القائم بينه وبين الحريري على خلفية مقاطعة زعيم المستقبل لصهره جبران باسيل، وبدا واضحا أن عون حاول تقديم براءة ذمة عن الإخفاقات السابقة واللاحقة، حيث رمى كل المسؤوليات على أركان السلطة. واللافت أن عون تحدث عن خسارته 14 يوما من عهده في تشكيل الحكومات، متناسياً أن التعطيل كان في معظمه بسبب مطالب صهره. لهذا وجد اللبنانيون أنفسهم أمام رئيس يفتش عن مصالحه ومصالح تياره بعد 4 سنوات من الإخفاقات التي أرهقت الشعب برمته. وبذلك يقف عون طرفاً مع جهة ضد أخرى، ويفقد صفة رئيس الجمهورية الجامع بدل أن يطرح مبادرات تساعد على إنقاذ لبنان.